نستهل جولتنا لأبرز مواضيع صحف آسيا وأوقيانوسيا لهذا اليوم من إندونيسيا، إذ أفادت صحيفة جاكرتا بوست أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على قروض بقيمة مليار دولار لمشروعين في البلاد. وأوضحت اليومية أن هذا التمويل يندرج في إطار جهد دولي منسق يهدف لدعم خطط الحكومة الإندونيسية لتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي ودعم استجابتها الصحية ووقف التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية لكوفيد-19. وفي كانبرا كتبت The Australian Financial Review أن المشاعر المعادية للصين بلغت مستوى قياسي في أعقاب وباء فيروس كورونا المستجد والعداء المتزايد من قبل بكين، حيث أن 2 من أصل 5 أستراليين يعتبرون أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي أكثر من كونها شريكا اقتصادي. وفي الفيتنام اهتمت صحيفة فيتنام بلوس بالقمة 36 لرابطة دول جنوب شرق آسيا لازيان المقرر عقدها في 26 من يونيو، وكتبت أن هذا الاجتماع سيركز على تنمية مجتمع لازيان في المستقبل الآني والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة الصحية التي سببتها جائحة كوفيد-19. وفي تايلاند تطرقت الصحف لمشروع تطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 بقيادة فريق من الباحثين التايلانديين، وكتبت بانكوك بوست في هذا الإطار أنه يمكن أن يشرع فريق البحث التايلاندي في اختبار لقاح مضاد لكوفيد-19 على البشر في أكتوبر المقبل حسب وزير البحث والتعليم العالي. وفي الهند كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن الهند طلبت من إسلام أباد يوم الثلاثاء تقليص عدد موظفيها الدبلوماسيين في دلهي إلى النصف. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من قيام الهند بطرد عاملين من المفوضية العليا الباكستانية في دلهي بتهمة التجسس. ونختتم جولتنا من الصين، إذ تطرقت صحيفة الشعب إلى الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية الذي ينعقد عبر الفيديو من 22 إلى 24 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 60 مسؤولا حزبيا بالدول العربية، والذي تنظمه دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تحت شعار العمل يدا بيد على بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية.